السلام عليكم ورحمة الله. النهارده الجزء الثامن ان شاء الله، ازاي تعرف تنش حمام في البلكونة، او ازاي تعرف تطير حمام في البلكونة. زي ما احنا عودناكم قبل ما بنتكلم في اي حاجة، بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها في محافظاتنا جوه مصر بره مصر، اي حد بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهارده ان شاء الله الجزء بتاعنا بيتكلم ايه؟ هنحب قبل ما نتكلم في الجزء الثامن النهارده، بنحب نفكركم بالجزء اللي فاته اللي هو تصنيع الحمام. خلاص صنعنا الحمام وقلت لك كل اسبوع، يعني بيمشي 10 ايام كل يوم فزعه، وبعد كده مع الوقت مع بعد كده فزعتين لغايه ما الحمام بيتصنع في قلب بعضه، واللي هو مثلا بيبتدي بقى اللي هو يبقى عليهم خلاص ستات وخمسات وسبعات بنبتدي، وفي حمام بيبقى عليه اربعات كمان في وسط الحمام ده، لان زي ما انا قلت لك الحمام لما بيجي يرمي ممكن فرد حمام يبقى عليه اربعه واخوه عليه سته، فالحمام كده كده الاعمار السنيه بتاعتهم بتبقى واحده، فاللي هو كل فرد حمام لما بيجي يرمي بيبقى فيه رمي فرد حمام رمي متاخر، وفي فرد حمام انت فاهم بيرمي رمي شبع اللي هو بيرمي بالرشتين مع بعضهم. احنا طيب النهارده موضوعنا عن ايه؟ موضوعنا عن تجريه الحمام، ازاي تعرف تجري الزغاليل بتاعتك. ازاي بقى يا باشا؟ اول حاجه يا باشا زي ما احنا قلنا لك، اللي انت بالحمام بتقفل عليه بميعاد وبتفتح عليه بميعاد وخلاص الحمام متصنع، ببتدي اللي انا اديله ميعاد. طيب الميعاد ده يا باشا بيبقى امتى؟ الميعاد ده ما ينفعش اللي هو يبقى العصاري، ما ينفعش اللي هو بعد العصر، الميعاد ده لازم يكون الصبح. بنقي الجو بيبقى خلا حواليا، ما بيبقاش حد طالع بجنبي بيضايقني ولا القصه دي، بيبقى الحمام بطلع الصبح بفتح له ميعاد وبقفل عليه قبل ما بنزل. طيب انا انقي الوقت ازاي يا باشا؟ يا باشا اطلع اول يومين ثلاثه انت فاهم اراقب الدنيا حواليا، زي ما انا بقول لك اعتبر الناس اللي حواليك كلها ناصحين، وانا يا عم بلاش انت، انا بقول لك انا اللي اعتبر اللي غبي، فانا لازم أنا اكون اصيع من الغاوي اللي جنبي يا اما انصح منه. فاللي هو بيبقى ايه؟ بطلع اكشف المنطقه بتاعت الصبح، بشوف اللي مفتح على زغاليل، بشوف اللي بيجري، بشوف الكلام ده، بشوف مواعيد الناس، بشوف القصه فيها ايه، لان انا ما بحتكش باي غاوي وما بقولوش انت بتفتح امتى والكلام امتى، زي ما في الغوايه انت فاهم في ناس بتبقى ست، في ناس بتحب اللي هي تلوع في قلب الكلام، لا انا ما بطلعش الصبح، خلاص بيلاقوا كوتو اللي هو بيطلع الصبح انت فاهم بيتبعوا اللي هم يقعدوا الكوتو عشان خاطر اللي هو يمسكوا له حمام والقصه دي. انا يا باشا انقي الوقت بتاعي اللي هو ما فيش حد بيطلع فيه، مثلا طلعت لهم الساعه 6 الصبح 7 الصبح، ببتدي اللي انا بجري الحمام بتاعي. طب انت بتجريه كله يا باشا؟ لا، زي ما انا قلت لك لما احنا بنيجي نصنع الحمام يا باشا بيبتدي بقى بنعرف مجهود فرد الحمام بتاعنا ازاي. لما فرد الحمام انت بتصنعهم بيجي مثلا في حمام مسكوا بعضه كويس وفي حمام بيسقط منه، لما مع التصنيع الحمام بتلاقيه اللي هو يتدور حوالين القشه بعد كده بيعلى، في حمام بيمسك نفسه اللي هو لغايه الاخر بيجي يحط كتف واحد، وفي حمام اللي هو مجهوده مش قد الحمام اللي هو بيطير ولا الحمام اللي انت مصنعه، فبيبتدي اللي انا احد الحمام من النوم. كلمه احد الحمام من النوم ايه؟ يعني انقي الحمام اللي هو بيجري معايا والحمام اللي ما بيجريش بحجزه بحيث اللي هو ما يخليش الحمام بتاعي يسقط مني ولا الكلام ده. ابتدي بقى اللي انا اجري الحمام يا باشا الصبح انت فاهم في وقت فاضي زي ما انا بقول لك، وانا لازما قبل ما اجري الحمام يعني اللي انا بكون مهيئ لفرد الحمام اللي هو بيجري، ما اجيش اسيبه طول النهار زي ما انا قلت لك قبل كده، لا انا فرد الحمام بيتخدم في قلب الباب بتاعه، ما فيش بقى كلفه في الصاج، لان انت دلوقتي معامله شاب، يعني انا بقول لك ايه سبعات وستات وخمسات واربعات، خلاص يا عم الحمام ايه هيبتدي اللي قرب يعني بعد كده في المرحله الجايه هيبتدي بقى اللي هم نكشفهم او اللي احنا نفرزهم بين الدكوره وبين النت والكلام ده لسه برضه هنتكلم فيه. ببتدي اللي انا بقى فرد الحمام يقف في قلب الباب بتاعه يتستف، يا اما الناس اللي هي مربيه في المصطبه اللي هي في قلب البلكونه برضه الحمام بتاعها بيتكلب بقى في المصطبه بتاعه، فببتدي اللي انا اعمل ايه بقى يا باشا؟ افتح الحمام الصبح واجي الم الحمام زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت، ما سيبش الحمام طول النهار مرنخ معايا. طيب اول يوم يا باشا الحمام اول ما تفتح له اول يوم هيجري فيها يعمل ايه؟ طبيعي اللي هو اول ما تفتح له الحمام مش هيجري من اول يوم، ولا احنا بقى ما بنحبش بقى اللي هو ولا صفاره ولا شواره ولا الكلام ده، احنا بنفتح الحمام بقفلهم في قلب البلكونه بتاعتي انت فاهم، بحيث الحمام لو الحمام طيب ايه البلكونه بتاعتي ما بشوفهمش وكده وبيطلعوا على السطح مثلا من فوق، اطلع افزع لهم مثلا من ايه من قلب السطح بتاعي من فوق اللي هو اديهم صفارتين خفاف كده اهو بحيث اللي هم يلموا بعضهم كويس
واللي هم يبتدوا اللي هم يجروا معايا واحده بواحده دلوقتي انت فاهم، بيبتدي بقى اللي هم ايه اول يوم ما بيدوش المجهود ده خلاص بقى انا كده كده بعودهم على الميعاد بتاعي، فابتدي اللي هو اول يوم ما بيجروش، تاني يوم بيبتدوا اللي هم يطرحوا شويه، بعد كده مع كل الوقت انت فاهم انا خلاص عودتهم على ميعاد وبقفل عليهم بميعاد. طيب ما بفتحش ما بسيبهمش يا باشا طول النهار زي ما انا بقول لك، لا الحمام بينزل من على الظهر، لما بينزل البلكونه بتاعتي ببتدي اللي انا اقفل على الحمام بتاعي، ما بسيبهوش طول النهار او طول اليوم على الايه خارجه البلكونه بتاعتي او ان كان الظهر اللي انا حسب ما انا مربيهم. فاحنا بنتكلم اللي هي كان نش بلكونه، وهي كده كده زي ما انا قلت في الاول اللي بيرسى في البلكونه بيرسى على الظهر فوق، بس هي الفكره اللي هو بنقول البلكونه بياخد الدشار بتاعه كويس وبعد كده فوق منه زي ما انا بقول لك منه للسما. فانا بعد كده بقى يبتدي اللي هم يجروا معايا واحده بواحده كده من غير ما ناخد مع حد ولا الكلام ده لغايه ما يحفظوا المشوار بتاعهم، بيبتدوا اللي هم يوميا كل يوم على اليوم اللي قبله، فبيبتدوا اللي هم يتطرحوا شويه يجروا شويه الكلام ده. وبكده احنا النهارده يعني مثلا ايه خلصنا اللي هو حته الجري. طب في ناس بتقول لك في حمام ما بيمشيش الا بالصفاره والشوار، ممكن يا باشا انت فاهم اللي هو ايه اخليهم صفاره على يدي كده وشوارتين في وشهم كده بحيث اللي هم يمسكوا بعضهم، ومسافه ما الحمام حفظ الوقت بتاعه وحفظ الميعاد بتاعه اللي انت بتفتح له بيبتدوا اللي هم يجروا بعيد عن حد بعيد عن الكلام ده، ما بيصدقوا اول ما بتفتح لهم المصطبه بتاعتهم اول ما بتفتح لهم الباب بتاعه بيبتدي الحمام يقلوصوا في العالي اهو زي ما انا اهو ادي الحمام اهو. ادي الحمام اهو ولا حد في العشه فوق ولا اي حاجه، الحمام اتصنع خلاص وحفظ بعضه انت فاهم، عايز اللي هو معاد بقى اللي هو يجروا فيه. انا مش فاضلهم الايام دي سايبهم براحتهم خالص انت فاهم، الحمام اهو متشفق في العالي والله ما في حد في العشه فوق، الحمام كنس لوحده وقام اللي هو هياخد مجهوده وماسك كد السما اهو، وبعد كده هياخد مجهوده فرد الحمام اللي هو هينزل. وكل ما انا بقول لك الاعمار بتبقى واحده الحمام بيتطرح كويس، مفيش فرد حمام بيخرج منهم بيخبط لهم في الاول ولا الكلام ده، لا كلهم هم عارفين كلهم كتف واحد سن واحد عمر واحد، فاللي هم كلهم بيبقوا عارفين هم بيعملوا ايه، نفس المجهود بيبقى واحد. انا دلوقتي سايب فيهم الحمام اللي هو قدر يشيل نفسه خلاص مسك في قلب العالي اهو، والحمام اللي هو مش قادر الحمام اهو هيبتدي اللي هو يسقط من قلب الحمامتين بتاعه خلاص مجهوده مش قدهم. فانا ببتدي اللي انا بحد الحمام زي ما انا بقول لك انت فاهم، بشوف خلاص اللي مسكوا بعضهم واديهم معاد بقى اللي هم يجروا فيه والقصه دي. وبكده انا النهارده خلصنا اللي هو الجزء بتاعنا بتاع تجريه الحمام، انتظرونا ان شاء الله في الجزء الثاني فرز الحمام اللي هو تعرف الدكر من نتايه ازاي، انتظرونا مع كل جديد مع علاء ادم مش هتقدر تغمض عينيك، واوعى تروح لبعيد وتعالى شوف الجديد. اخوكم كنتوا ادم والسلام عليكم ورحمه الله.